بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع الآيات الكريمة من سورة الحاقة من الآية 25 إلى الآية 37. عنوان هذه الآية الكريمة: مصير أصحاب الشمال وعقابهم. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون منهم. مصير أصحاب الشمال وعقابهم عند الله عز وجل. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون منهم. ف الإنسان المؤمن إما أن يكون من أصحاب اليمين وإما أن يكون من أصحاب الشمال، فالمؤمن يسارع أن يكون من أصحاب اليمين الذين مضى الحديث عنهم في الآيات السابقة، في الآية 19 إلى الآية 24. أما في هذه الآيات فيها صاحب الشمال. بداية التجويد: وأما، أي ميم مشددة في القرآن فيها غنة بمقدار حركتين، وغنة ميما ثم نونا شددة، وسم كلا حرف غنة بدء. وأما من أوتي، من أوتي النون هنا فيها حكم إظهار حلقي، إظهار حلقي. ما هي حروف الإظهار الحلقي؟ مجموعة في البيت: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غن خاء. وأما من أوتي، أوتي هذا مد طبيعي، ومثله وأما كتابه مد طبيعي في الألف الصغيرة، كتابه مد صلة صغرى في الواو الصغيرة اللي بعد لها، ننتبه لها. كتابه بشماله كذلك مد صلة صغرى بعد الهاء في كلمة بشماله. فيقول يا ليتني، مد طبيعي في الواو، مد طبيعي في الألف الصغيرة بعد الياء، مد طبيعي كذلك في الياء بعد النون. فيقول يا ليتني لم أوت. طيب لم، ما هي أحكام الميم الساكنة؟ الميم الساكنة لها ثلاث أحكام. الحكم الأول هو الإدغام، لما يجي بعدها ميم زيها اسمه إدغام مثلين صغير. الحكم الثاني حكم للإخفاء إذا جاء بعدها حرف باء. الحكم الثالث هو الإظهار الشفوي، أي حرف غير الباء والميم يبقى اسمه إظهار إيه؟ إظهار شفوي. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسماه شفوي. يبقى هنا في إظهار، وبرسم المصحف عندما نجد الميم عليها علامة السكون نعلم أن هذا الحكم حكم إيه؟ حكم إظهار شفوي. فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، أوت مد طبيعي في الواو، كتابية مد طبيعي في الألف الصغيرة بعد التاء، كتابية هكذا. ولم أدر ما حسابية، تكرر معنا حكم الميم الساكنة لسه قايلينه من شوية، هنقول سبق نظيره. ولم أدر، طيب الدال فيها حكم إيه؟ قلقلة. ما هي حروف القلقلة؟ مجموعة في جملة كتب جد، قلقلة كتب جد، أحسنت. ولم أدر ما حسابية، مد طبيعي في الألف بعد الميم، مد طبيعي في الألف بعد السين، حسابية هكذا. يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها مد طبيعي في الألف الصغيرة، مد طبيعي في الألف الساكنة بعد الهاء، ألف المد. كانت مد طبيعي في الألف بعد الكاف، كانت القاضية. هنا التقى ساكنة، يتم التخلص من الساكن الأول بالكسر مثل هذه التاء المكسور، يبقى كانت القاضية. وهنا طبعا القاضية فيها لام إيه؟ فيها لام قمرية، لام قمرية. يبقى ننتبه لهذه الأحكام. طيب نكتفي بما يعني ذكرته من الأحكام ونكمل قراءة كالمصحف المعلم. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، ننتبه لمخرج الذال، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون منهم، اللهم أمين يا رب العالمين. معنى حميم يعني قريب مشفق يحميه، حميم قريب مشفق يحميه، وهذا غير موجود
في يوم القيامة، غسلين وصديد أهل النار والعياذ بالله، هذا الطعام أهل النار، غسلين صديد أهل النار. الخاطئون يعني الكافرون. كذلك في معاني الكلمات لا يحض يعني لا يحث ولا يحرض، لا يحث غيره على الصدقة في سبيل الله عز وجل أو على إطعام المسكين، هذا صف من صفات أهل النار. فاسلكوا يعني فأدخلوه، صلوه يعني أدخلوه أو أحرقوه فيها والعياذ بالله. فغلوه يعني فقيدوه بالأغلال. سلطانية يعني حجتي أو تسلطي وقوتي، ما أغنى عني مالي يعني ما دفع العذاب عني ما كان لي من مال وغيره. كانت القاضي يعني الموت القاطعة لأمري، وهذا من تحسر إيه أهل النار، هذا من تحسر أهل النار. والآن مع تكرار الآيات الكريمة مع مراعاة أداب التكرار الثلاث، ضع إصبعك على الكلمة حتى تجتمع الجوارح معك في الحفظ. رقم 2 اقرأ بصوت مسموع. رقم 3 تفكر في الآيات في حال التكرار بنية التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. 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 ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. 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 خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين.
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.